وكانك موجود بالظبط يا مهندس، وكل حاجه متقاله بالورقه والقلم. طب انا عارف يعني انت محتاج تقول لي الكلام ده. اللي هايدي عامله ايه؟ خلف التاني. هايدي كويسه وخلف التاني. هايدي دلوقتي عندها ريمون وميريام كمان. ما شاء الله ربنا يكرمهم لها. هي لسه فاكراني. اللي فاكراكي ده هي كمان بعتلك هديه معايا. بجد والله. ربنا يخليها. انت عارف انا وهايدي كنا صحاب قوي قوي واحنا صغيرين، كنا بنلعب هنا في الشارع على طول. المهندس راجع الحمد لله على السلامه. ديبو ازيك؟ وحشني يا حبيبي. والله وانت كمان وحشني. ازيك؟ الحمد لله زي الفل. ايه؟ زي الفل. كله تمام؟ زي الفل. امك واخواتك كويسين؟ لا كويسين الحمد لله. تمام. طب قول لي بقى، انت مش ناوي تفرحنا بيك ولا ايه؟ قريب ان شاء الله، قريب جدا. طيب انا كنت جاي بس ابص على المحل، يعني لو محتاجين حاجه كده ولا كده. فيك الخير يا ديب. بس اشرب شاي. لا انا هستأذن انا بقى عشان ورايا مشوار. رايح فين؟ ما والله ورايا مشوار، هبقى قاعد بقى انا وانت وعمي كده قاعده حلوه متوازنين. الراجل ده وحشني جدا. قول لي لسه برضه ما مشيتش موبايل؟ والله جبت له واحد بس بيستخدمه كشاف لما النور يقطع. بسلم لي عليه بقى لغايه لما اشوفه. يوصل يوصل. هيوصل ان شاء الله. داخلين الحاره. يا لهوي يا ديبو يا لهوي، ده انا حمدت ربنا انك ما كنتش موجود. اشمعنى؟ اشمعنى؟ ده انا كنت اموت فيها. ايه يا بت؟ خايف عليا؟ طب وانا لو ما خفتش عليك انت هخاف على مين بقى؟ ايه الكلام الحلو ده؟ طب انا هعرف ان انا هسمع الكلام الحلو ده؟ انا كنت عملت لي خناقه كل يوم. لا والنبي، من غير خناقات، ده انا سمعك اكتر من كده كمان. طب ما تسمعني. انت لو عايزني اموت عشانك اعملها. هطب ساكت انا بقى. في حنيه تاني؟ وهي دي حنيه؟ انا اوريك حنيه عمرك ما شفت قبلها ولا بعدها. بس انت ناوي؟ ناوي يا بت، والله ناوي. امتى؟ ربنا يسهل حياه عينيك الحلوين، كل حاجه هتبقى تمام. على فكره انا كلمت واحد زبون عندي في الشغل، كلمته في موضوع السفر، في نفس الوقت برضه كلمت الواد مين، يعني كلمني اخوه كذا سكة. يعني تسافر؟ اسافر. انت عارف يا جيجي الجنيه هنا مبقاش يجي بالسهل، وحتى لو جه زي قلته. انا خايف بس كل الحوارات دي كلها تبقى فكسانه. انت عارف الميمي يومه بسنه. طب ولو ما حصلش حاجه من دول؟ في حاجه كده كنت بفكر فيها وعايز رايك. يعني انا بفكر اكلم المهندس فؤاد. المهندس؟ عارف المهندس ده راجل كويس وخيره على الكل يعني، وهايدي بنته ما شاء الله دلوقتي في استراليا. استراليا وهي متربيه معانا هنا يعني واحنا عيال صغيرين. فايه رايك لو كلمته هيبقى في مشكله؟ تتكلم معاه في ايه؟ تتكلم في ايه؟ انت مش معايا خالص ولا ايه؟ في السفر. السفر انت عايز تسافر وتسيبني؟ جيجي كلها سنه ولا اتنين، الواحد هيظبط الدنيا ونتجوز ونعيش حياتنا. سنه ولا اتنين؟ كأنك بتقول كده ولا ساعة ولا اتنين. انت مش حاسس بيا خالص؟ يا بنت بقول لك هسافر وارجع على طول. ايه في ايه مالك؟ اخويا فقري ولا ايه؟ في انك مش شايف حد غير نفسك. خلاص يا ديب، عايز تسافر سافر يا اخويا، ولو عايزني اكلم لك المقدس حاضر اكلمهولك. بناقص واحدة غاوية فقر. انا اللي استاهل، انا اللي استاهل اني بحب واحد اصلا انا مش فارقة معاه. انا اللي استاهل. لا انا اللي استاهل. نكد اصلي. أوريجينال تقفيل بلاده مش فايده.